فريق الجهد الخدمي الهندسي باستكمال أعمال التبليط لمنطقة 5 على 12 في 7 قصور ضمن قاطع بلدية الشعب، بعد أن أكملنا أعمال البنى التحتية، شبكة الماء والمجاري الفرعية وكذلك ربطها بالخط الرئيسي. أيضا تضمنت الأعمال أعمال التسوية الترابية ومعالجة الروطانات وكذلك فرش طبقة السبيس وأعمال التبليط، إضافة لأعمال القالب الجانبي والقليات المطرية وكذلك أعمال ربطات الدور في هذه المنطقة. أعمالنا مستمرة هي القواطع الأخرى في منطقة 7 قصور في مقاطعة 3 على 12 والشارعين الرئيسيين شارع البزل وشارع أبو علي. من المؤمل أن يكون خلال اليومين المقبلين أعمال الإكساء لشارع أبو علي، الشارع الرئيسي الذي يبلغ طوله 3 كيلومتر و100 وعرض 14 متر، بعد أن أنجزنا شارع أبو أحمد في نفس المنطقة وبنفس المساحة. هناك أيضا أعمال في قاطع بلدية الشعب الشركة الهندية وكذلك منطقة حي الباقر، هاتين المنطقتين أيضا شرفت على الانتهاء، تضمنت أيضا إكمال البنى التحتية وأعمال تبليط فيها وكذلك صب الكونكريت. وأعمالنا مستمرة أيضا في منطقة قميرة وقاطع بلدية الشعلة. المباشرة اليوم بأعمال التبليط بالأساس القيري سمك 10 سنتيم في أطول شارع وهو شارع قريش اللي يبلغ طوله 865 متر عرضه 7 متر وهو ضمن مقاطعة 5 على 12 الذي ينفذ تنفيذه مباشرة من قبل كوادر شركة حمورابي. والأعمال مستمرة حيث المتبقي من أصل 21 شارع هو 9 شوارع كأعمال تبليط، وكذلك الأعمال المستمرة بأعمال المقرنص وأعمال الساقية الجانبية ضمن مقاطعة 5 على 12. تم إنجاز البنى التحتية من الماء والمجاري والأرض الطبيعية وطبقات الحصى الخابط والرصيف الجانبي، واليوم تكلل العمل بأعمال التبليط 10 سنتيم. تم إنجاز أكثر من 60% بخصوص أعمال التبليط، والمتبقي إن شاء الله قليل جدا، سوف يتم إنجاز هذا المشروع خلال 2 إلى 3 أسابيع.